في افهم شو بعدك عم تعملي هون من امبارح؟ هلا بس يجي ركان اسألي. انا عم اسألك لك انت شو عم تعمل ببيتي؟ انا ما بدي اذن منك لكون هون. منيحة منك نايلة، عفوا. توحدي وقحة، اول ما يجي ركان رح خليك كبك بالشارع انت وياه. إذا بتقدري ما تقصري. ركان؟ أنت طلبت من هيدي المرة تجي لهون؟ مانا بحاجة لإذن حدا لتكون هون. تفضل اعتذري منا. سوري انا بدي اعتذر منها. شو عم تحكي ركان؟ بدك تعتذري منها وهلا. هيدي المره اللي شايفتيها هون قدامك بتكون امي. من هلا ورايح هي المسؤوله هون، وكل شيء بتقوله بتعمليه، فهمتي؟ أمك؟ كيف؟ مش عم سألك شو عم تقول ركان انت؟ مثل ما سمعت ليال، من هلا ورايح انتبه لتصرفاتك. خبي عني كل هالوقت وانا اللي كنت اقول ما في الا نايلة وحدي بالمزرعه. كنت مفكر حالي خرفت وما عرفت، بس هلا اتاكد لي خرفت وعرفت. بكي ليال ليكون علي ضغطك. شو بكي جميل تحكيه؟ ليه ما خبرتني مكرم؟ خبرتي؟ خبرتك شو؟ ليه انا كنت عارف بالاول؟ كثير من هون بنصحك تظبطوا الوضع مع نايلة، غير هيك ركان رح يشحتك على السريع.